أن الناخب الوطني وليد أرقراقي يدرك جيدا ما يقوله حرفيا، فقد وقف عند نقطة مهمة جدا، وأنه الجميع تحدث على التوقيت الزمني ديال المباراة الثانية ظهرا اللي غتكون فيها حرارة مفرطة ودرجة رطوبة عالية. فالمساج اللي قال كان مهم، بأن هذا الطقس أو التوقيت الزمني ليس بمبرر، وبغاش يدخل الرأس ديال اللاعبين بأنهم غيلعبوا في درجة حرارة مفرطة ودرجة رطوبة عالية. بالتالي فقال أن اللاعبين خصهم يبقاو في نفس التركيز، في نفس الجاهزية على المباراة ديال الكونغو الديمقراطية، لأنها هي الأهم في عبور المنتخب الوطني إلى الدور التالي. أيضا كنا كنتمناو على أنه مثلا نصير مزراوي يكون جاهز، على الأقل نظر إلى إمكانياته، إلى حضور ديالو، القيمة المضافة اللي كيعطي الفريق الوطني. هذا لا يقلل من شأن ديال محمد الشيبي، إنما نقول بأنه عندما يكون لك لاعب آخر في دكة البدلاء من قيمة نصير مزراوي جاهز، فبكل تأكيد غير يمكن أنك تعتمد عليه في مباراة أنت بحاجة إلى نقاطها الثلاث. أيضا التأكيد على أن الكونغو الديمقراطي سيتغير، ليس هو الكونغو الديمقراطي الذي واجهناه في إطار الإقصائيات ديال كأس العالم. اليوم هناك أمور أخرى، كاين هناك استراتيجية أخرى ومنظومة تكتيكية أخرى، لكن الأهم هو أنه اللاعبين ديال المنتخب الوطني يتوفرون على مؤهلات كبيرة، وبالتالي اندمجوا بسرعة مع الأجواء الإفريقية ومع الطقس إلى غير ذلك، ولاحظنا ذلك في مباراة ديال تنزانيا. على العموم كتبقى الحظوظ ديال الفريق الوطني المغربي من خلال أول الحالة الصحية ديال اللاعبين كما أشار ليها الناخب الوطني، بأن كل اللاعبين موجودين بما في ذلك يحيى عطية الله، كذلك عبد الصمد الزلزولي، حكيم زياس، السايس إلى غير ذلك، وبوفال أيضا اللي قال بأنه هو كان من فترات أنه ما يدخلوش للمباراة غير باش يستأنس لأنه كان مصاب، يعني عنده نزلة برد، ولكن كان أعتقد بأن بوفال يمكن يفاجئنا به في المباراة الثانية أمام الكونغو الديمقراطي. على العموم تبقى الفريق الوطني المغربي هو الأوفر حظا من أجل الفوز، للتأكيد على الفوز الأول والاستمرار في نفس المنهجية، قراءة مباراة بمباراة. وأعتقد أيضا أن المشهد الرائع اللي غادي يكون هو التلاحم ديال الجماهير المغربية والإعلام الوطني مع المنتخب الوطني في صورة جميلة ورائعة، نريدها أن تكون فوزا مستحقا لأسود الأطلس. يعني كتعطينا بعدا واحد الاطمئنان بالنسبة لينا والجماهير المغربية، لأنه إن شاء الله وليد عارف واش تا كيدير وعارف واش تا كيسناه. فالتصريحات تقريبا ما كانش فيها شيء جديد كثير بالنسبه للجماهير المغربيه، خلاها شويه يعني كما نقولوا مبهمه، ما عطاش كل شيء ما عنده، ولكن اللي قال بانه عندنا مجموعه مزيانه، تكلم على مجموعه من الاسماء وقال بالحرف بانه حتى واحد ما ضامن بلاصتو. هنا كيفتح الباب بانه يعني كل مباراه وممكن نشوفوا التشكيله، وقال كذلك باننا ما كنامنوش بهذيك القضيه ديال ان الفرقه اللي تغلب ما تبدلش. قال ان كل ما كان فيه وعلى حسب الخصم يعني كان غير، وكذلك تكلم على بوفال مع الزلزولي في المباراه الاولى، لان بوفال هو اللي كان غادي يبدا به في اخر المطاف، بدا بالزلزولي. ممكن توقعوا من خلال هذه الكلمه هذه على انه غادي يرجع بوفال للتشكيل الرسمي والزلزولي للبونتوش. هذا هو التوقع ديالي من خلال الدول الصحفيه ومن خلال القراءه ديالي، والبقيه يبقاو كما هما، يعني من خلال الصوره والحديث ديال وليد الركراكي بدينا كنحفظوا الطريقه ديال الهضره ديالو. على العموم كذلك تكلم على الكلمه، ركز عليها بشكل كثير في هذا الندوه الصحفيه، وهذا واقع، لان المنتخب يلعب في يعني جوج ديال النهار اللي صراحه صعيب لواحد الدرجه ما تصورش، ولكن التفاؤل دائما موجود. وتكلم على النقطه ديال الايقاع كذلك، وهنا هذا هو النقطه اللي يمكن نتكلموا عليها حتى حنا. اتوقع كذلك في هذه النقطه هذه بان ما غاديش يكون واحد الايقاع طالع في المباراه، لانه غادي يبقى يطلع الايقاع وينزل باش انه يقدر يخرج المباراه ديالو. وقال بالحرب بانه لما كيلعبوا جوج ديال المنتخبات، مره كطيح الايقاع الفرقه الاولى، مره تطيح الايقاع الفرقه الثانيه، ولما تلعب مباراه في جوج ديال النهار، فاتصور ان هذه هي الصوره اللي غادي نشوفوها في المباراه الاولى. 10 دقائق من بعد غادي نشوفوا ايقاع اخر، وفي اخر المطاف حنا كاعلاميين حاضرين هنا نتمنى التوفيق سي طلال بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي باش ان شاء الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.